السلام عليكم، اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيكات الكريم. عندنا 4 البيضات، عندنا 175 غرام نتاع سنيده، 175 غرام نتاع دقيق اللي معروف الحلويات، عندنا هنا 50 غرام شوكولاته فيرميس، عندنا هنا 250 مليلتر ديال قشده طريه يعني كريمه الخفق راه معروفه، هنا واحد كيوي وحده، عندنا هاد الحبيبات نتاع الحلوى راهما كيتباعوا في شاصيات راه كيديروا درهم، عندنا نص شاصيه ديال الخميره ديال الكاطو، عندنا قبيصه ديال الملحه، عندنا معلقه كبيره نتاع الكشور ديال الحامض، عندنا واحد طريف هكا ديال الحامض هذا غادي نديروه مع السيرو، عندنا هنا كاس نتاع الماء، عندنا نص كاس نتاع سنيده، عندنا وحده نحتاجو واحد معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه ومعلقه كبيره ديال الماء. كريمة الخفق ارطوها للثلاجه خصها تكون بارده، ما يمكنناش نخدموا بها وهي سخونه، نحطو كاسرونه كنديروا فيها هذه الكاس نتاع الماء، كنديروا هذا نص كاس نتاع سنيده، كنديروا هذا طريف هكا ديال الحامض هنايا، دابا غادي نخليوها بعد ما تغلي غادي نحسبوا لها 5 دقائق، عافيه تكون مهيله ما تكونش عافيه مجهده. قبيصه ديال الملحه مع البيض، غادي نطربوا هذا البيض حتى يبدا ما يبقاش هكا مجموع باش عاد نزيدوا عليه سنيده. هذا ما البيض ديالنا هانتوما كتشوفوا راه تحل ما بقاش مجموع، دابا غادي نزيدوا عليه سنيده، غنبداو نخدموها حتى تولي لنا بيضه، ما شفتوا كيفاش رجعات، ولكن باقي غادي نزيدوها دقيقه اخرى يعني كتولي لنا هانتوما شفتوا كانت صفراء دابا راه ولات كتفتح، ولكن غادي نزيدوها دقيقه اخرى، هي جوج ديال الدقائق وحنا كنخدموها، هانتوما شفتوا كبيضت والحجم ديالها شحال ضعف، دابا غادي نزيدو هاد المعلقه ديال الزبده مذوبه، غنزيدو هاد قشور الحامض، غادي نزيدو هاد المعلقه كبيره ديال الماء، هاد المعلقه كبيره ديال الماء كتجيب الكيكه مفشفشه يعني هاد لاجينواز هي راه اصلها راه كتجي مفشفشه، ولكن ديك المعلقه ديال الماء راه كتزيد تفشفشها. دابا ما غادي نحتاجوش الخلاط الكهربائي، دابا غادي نخلطو غير بيدينا، انا خلطت مزيان هنا، دابا غادي نزيد هاد الدقيق ديالنا، نص شاصيه نتاع الخميره ديال الحلوى. الا بغيتو تطلع لكم الكيكه ناجحه خصكم تحترموا المقادير وتحترموا حتى الطريقه يعني ديال الخدمه، راه غير نص معلقه كبيره او صغيره ديال الطحين تزيدوه او تنقصوه راه كتقدر كما الكيكه ما كطلعش يعني الانسان كيحترم المقادير مزيان، باقي طيب شويه ما ماشي مشكل، ولكن بالنسبه للكيكه والحلويات راه كيبغيو يعني الدقه في المقادير والطريقه. الكيكه كي جايه راه كنخلطوها دابا غير بيدينا، كتاكدي من الطحين كله تخلط، بغيتوها كتجي عاليه راكم كديروها في قالب صغير، يعني نقول لكم هذا القالب هذا راه فيه ديك 26 في العرض ديالو، بغيتو تجيكم رقيقه راه نقول لكم ديروها حتى في ديال 30 ولا كذا و 30. اللاطه ديالنا راه دهنتها بشويه الزبده وغبرت عليها الطحين مزيان، عاد ندير فيها الكيكه ديالنا، كنديروا الكيكه كنديروا لها اما كنخبطوها هكا الا كانت مفرشين شي حويجه، كنهزوا اللاطه اللي عندنا فيها العجينه ديال الكيكه وكنضربوها من التحت، هانتوما تشوفوا فاش كنضربها من التحت واحد المفرقه واحد البويقات كيخرجوا هنا. دابا الفرار عندي شاعل سخون، غادي نقص منه عافيه ما تكونش مجهده ما تكونش قليله بحال الشمعه، صافي نديروا هاد العجينه ديال لاجينواز كتبقى العافيه من التحت والكيكه من الفوق، الا حتى كتبدا كتشوفيها هكا ولات في هاد اللون هكا، وهي راها كتجي عجينه هانتوما كتشوفوا يعني اشفنجيه كتبومبي، فاش كنخرجوها ما كنحيدوهاش من القالب ديك الساعه، كنخليوها حتى كتبرد، ان الكيكه الا كانت سخونه وخرجتيها وبغيتي تحيدي هذيك الساعه ما كتحيدش، كتخليها حتى كتبرد واحد 15 دقيقه راه كتحيد بواحد السهوله، في التحيه كديري لها غير ديك هكا كتلقيها حتى
حتى لما بغاش تحيد كتبقاي ديري لها هكا، ربما لا ما هادي راها مهزوزه، ها نتوما كتشوفوا راها كتهز، الا ما بغاتش كديري لها ديك هكا هكا، ضربيها هكا ضربيها هكا هكا، يعني حتى هي كتقلع راسها. الكيكه راها بردات، كنقبطوا الكيكه هكا، هنايا كنقبطوا موس يكون كبير، ما يكونش موس قصير غير هكا، يعني موس يكون كبير، كنجيو في النص. كنمشيو يعني يدينا ضروري باش نديروها من الفوق، وحنا كندورو راه كيما كتهبطيش لتحت كاع ما كطلعيش للفوق كاع، يعني راك كضربي في الوسط، وكندورو الكيكه ديالنا. هانتوما احنا متاكدين من الكيكه ديالنا راها مفروقه على جوج، هنا كنهزو هاد النص هذا كنحيدوه. هنا السيرو ديالنا اللي راه سبق لي وريتكم حتى هو راه بارد، داكشي علاش درناه في الاول باش يبرد. هنا غادي نبداو نسقيو الكيكه ديالنا، هاد السيرو غادي نقسموه على جوج، نص نديروه هنايا من التحت ونص الاخر نديروه من الفوق. الكريمه الخفق هادي راه جبتها من الثلاجه، خاصها تكون بارده بزاف، ماشي مثلجه يعني ثلج، ولكن خاصها تكون بارده بزاف. دابا هنا غادي نقبض هاد الخلاط الكهربائي وغادي نخدمها يعني حتى تولي لنا كريم. هنايا الكريمه ديالنا هي وجدات، هانتوما كتشوفوا راه تقريبا واحد دقيقه ونص وحنا وانا كنخدمها. الكيكه ديالنا اللي سقيناها راها شربات يعني ما بقاتش فاسده، دابا غادي نديروا لها الكريم. الكيكه ديالنا حنا دهنتها، هذاك الكريم كنقسموه على ثلاثه، النص كنديرو هنا والنص نعاود نديرو فوق الكيكه، والنص ندورو هكا في الجنب. لا جينواز ديالنا ها هي، ما دي نديروهاش، ماشي هاد الوجه هو اللي يكون من الفوق، هاد الوجه هذا هو اللي غادي يكون فوق الكريم، يعني كنقلبوها هكا نتمو، وكنجيبوها مقاده ما كنخليوش بلاصه يعني بلاصه خارجه ولا بلاصه داخله، هنا في الجناب خصها تجي تكون مقاده. غادي نعاود نسقيها بهذاك السيرو، نسقيها بالسيرو وكنخليها حتى كتشرب، عاد كنعاود ندير الفرشه نتاع الكريم. من الاحسن كتشوف لي شي موس يكون كبير هو اللي كيساعدك على الخدمه، انا كان الموس صغير شويه كيعذب. هنايا ها نتوما كتشوفوا يعني طليناها مزيان. هنا دابا غادي نجيو لهاد الجناب، دابا غادي نطليو هاد الجناب هذا، احنا طليناها من الفوق، دابا غادي نطليو هاد الجناب هادو كاملين. يعني نطليوهم كاملين باش عاد عاوتاني نديرو لهم الشكلاط ديالنا. هانتوما كنهز هاد الشكلاط كنهزو هكا بيدي يعني، وكندور على الجناب، واللي طاح كيطيح فهاد الجبان غادي نعاود ثاني نهزو نعاود نخدم به. حتى كتجي عندك الملاقيه فين بديتي تما كتعاوتاني تكملي. هنا كنجيبو ديك هاد البوش هذا ديال الكريم، كنعمروه بالكريم اللي عندنا. هنايا دابا ديك الوريضات كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروهم غير هكا، غير وريضات هكا، ممكن ديروا لهم هكا، كل واحد شنو كيبغي، يعني الزواق كيبقى لكم الاختيار، كيف ما بغيتوا ديروهم كديروهم. هنا انا كنزوقت بهاد الوريضات، كندير وريضه هكا وكنهز يدي، كندير وريضه هكا كنهز يدي، يعني كندير وريضه حدا وريضه، كنحاول نقادوهم باش كيجيو كلهم تاع قاده وحده. زوقنا بهاد كيوي، الزوق كيبقى لكم الاختيار، المشاهدين تبارك الله راه كلشي كيعرف ما يدير، يمكن لكم زعما تزوقوها بالطريقه اللي بغيتو نتوما، انا زوقتها بهذه الطريقه وانتوما باش ما بغيتو ديروها كيف ما بغيتو، زعما ديروا تزيين راكم ديروا. هنا ديك الحليوات كنحاولوا نستفوهم باللوينات، الكيكه ديالنا هي واجده، كنتمنى تعجبكم، ما تنساوش الخيرات في القناه ديالي على اليوتيوب، وخليولي الاقتراحات في التعليقات. بصحة وراحة.